مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. نتواجد محكمة استئناف في الدار البيضاء في الموضوع لعدد كبير من المغاربة كيتبعوه، موضوع دكتور بدر. مشاهدينا الكرام، ثاني جلسة دفاع ديال المعتقلين كيتقدموا طلب الصلاح المؤقت. غادي نشوف مع الأستاذ ناعم اليزيدي الغني عن التعريف، محامي بهيئة الدار البيضاء، كيفاش الأطوار ديال الملف، وفي نفس الوقت هو المحامي ديال القصة اللي متبعينها عدد كبير من المغاربة ديال سومية. غنشوف معاه الموضوع ديال بدر، تبعوا معايا. أستاذي، اليوم الجلسة دفاع ديال المعتقلين كيطالبوا بشتى الطرق المشروعة والقانونية من أجل الصلاح، كيفاش شفتي الأمور في الإطار القانوني؟ فاليوم في إطار القانوني تم الجلسة الثانية انعقدت اليوم بمحكمة استئناف في الدار البيضاء. كما قلنا جلسة علنية حضورية، تم إحضار كافة المتهمين في هذه الجلسة ديال اليوم، تم تسجيل النيابة على كافة المتهمين. إذا كنتظروا في الجلسة المقبلة إن شاء الله يكون الملف جاهز ومدى الشرع في الطلبات الأولية والدفع الشكلية. اليوم كان طالب أولي الأول من دفاع المتهم الخامس اللي هو بالمناسبة السادس ديال المتهم الرئيسي. تم تقديم طلب بناء على الاعتبارات اللي اعتبرتها هيئه الدفاع ديالو، ان هنالك ضمانات حضور، ان هنالك سكن قار، وان هنالك وظيفه، وان هنالك عمل قار، وايضا اعتبروا ان الحاله الصحيه ما كتسمحش لانه يوقف في المؤسسه السجنيه، وان ايضا كان هنالك بعض نوعا ما الدخول الى الموضوع نوعا ما باعتباره انه ما كاينش دخيل في العمل في ارتكاب الفعل الجرمي، واعتبروا ايضا انه لا علاقه له بالموضوع. فاحنا كدفاع مطالب حق مدني تناولنا الكلمه ومنحناه الفرصه، منحنا وعقبنا على الجواب ديالو، وعقبنا ان ضماناتنا اذا ضماناتنا الضمان ما كاين. ملي كنطلبوا طلب ديال الصلاح فخاص يكون من الناحيه القانونيه، خاص يكون جوج اسباب. هي النيابه العامه كتعتبر ملي كتابع في حاله اعتقال كتابع بناء على جوج ضمانات، جوج اعتبارات، هما انعدام الضمانات وخطوره الفعل الجرمي. ملي كنقولوا انعدام الضمانات وكنهضروش على خطوره الفعل، حنا اليوم راه كنتحدثوا على خطوره الفعل الجرمي، هو اللي كيجرنا اننا ما كاينش سبب وجيه اننا نمنحوا المتهم الصلاح، ولكن شي كيبقى في اطار المحكمه واللي عندها حق الصلاحيه واش تمنحوا الصلاح ولا ما كنمنحوش الصلاح. حنا كمطالبين بحق المدني كنعتبروا الصلاح لا يوجد له اي سبب. اولا انعدام الضمانات، اللي كنقولوا الضمانات عنده سكن قار وعنده وظيفه وعنده هادشي، ما كيعفيش انه ما يحقوش ليه الحق انه يهرب ويفر من هذا الفعل الجرمي. وايضا هو ساعد متهم وكان كيحاول يفروا من خارج تراب المملكه، اذا كنت حتى على متهم كان كيساعد متهم الفرار من داخل تراب المملكه. يعني شنو السبب اللي غيعطي المحكمه ورد الضمانات باش انها تمنح الصلاح المؤقت؟ وايضا خطوره الفعل الجرمي، حنا كنتحدثوا قتل العمد مع سبق اصابه وترصد اللي سبقته جنايه السرقه الموصوفه، فهاد الافعال كلها كتساسي خطوره كبيره. يعني ما كنظنوش ان المحكمه غتمشي في التوجه انها تمنح الصلاح، ولا منحته الصلاح فكيخول الحق، وحنا كعندنا الثقه في القضاء كما كنقول دائما، وعندنا الثقه في مؤسسات الدوله، لان هذا الملف ان شاء الله غيمشي في واحد الوتيره اللي هي وتيره في ايمان باستقلال السلطه القضائيه وايمان بالمحاكمه العادله. يعني استاذي، بحكم الجلسه اللي دازت دابا والجلسه المقبله، باقي في اطار انتم الدفعات الشكليه ولا كتشوف غتدخلوا للموضوع؟ ان شاء الله في المناقشه بالضبط. ان شاء الله انا كنتوقع ان غيكون دفوع شكليه، وحنا موجدين الدفاع ديالنا في هذا الخصوص ديال الدفوع الشكليه. وبالنسبه للطلبات الاوليه ديال باقي المتهمين، كنتوقع على تكون شي طلبات اوليه من باقي المتهمين، لان ما كنظنش ان المتهم الخامس بوحده ولا غيدير طلب ديال الصلاح، غيجيو باقي المتهمين تما غيديروا طلبات ديال الصلاح المؤقت ديالهم. ولكن حنا كما قلنا، حنا موجدين ومستعدين للدفاع على كافه الطلبات اللي كيتقدموا بها الدفاع ديال المتهمين، وموجدين الجواب ديالنا. فكاين موضوع ديال متابعه ام بدر، هذا غنعطي لك خصيصا لك انت اي الصديق ديالي بدر، الصديق ديالي يوسف. فام بدر تم متابعه ديالها بتشهير، ماشي متابعه ديالها ولكن وضع شكايه امام السيد وكيل الملك بتشهير. فاطار سريه الابحاث ما نقدرش نعطيك معلومات كثيره، ولكن نقدر نناقش معك جريمه التشهير من الناحيه القانونيه. باش نتحدثوا على جريمه التشهير فخاص يكون وقائع غير صحيحه او ادعاءات كاذبه كتنشرها من اجل غرض المساس بحياه خاصه الافراد وتعريضهم لواحد التشهير، واحد النوع من الابتزاز كما كنقولوا. والشرط الثالث ديال جريمه التشهير كما كنقول انا، هو ان يكون الشخص اللي تشهر به غير موافق لذلك التشهير. فتمت وضع شكايه من قبل احد اشخاص تحفظ عن ذكر اسمي بام بدر، فاحنا غنمارسوا ايمانا بقرينه البراءه، وكما قلتي ديما ان قرينه البراءه ثابته في حق كافه المتهمين الى ان يصدر حكم حائز قوات الشيء المغربي، فغندافعوا على مصالح ام بدر الى حين حصولتي على البراءه ديالها. يعني فيما يخص الام بدر باقي مازال ما وصلش النيابه العامه ديالي. وضع الشكايه عند السيد وكيل الملك، السيد وكيل الملك بطبيعه الحال حالها الشرطه القضائيه البحث فيها، والان هي في اطار محاضر واستماع واطار سرير الابحاث، ما نقدرش نعطيو معلومات اكثر. ولكن كما قلت، حنا كنامنوا ببراءه ام بدر وكنامنوا بقضيه ديال بدر بصفه عامه، فان شاء الله عندنا ثقه في الغداء ان شاء الله.
نرجعوا للموضوع الثاني اللي هو سميه، واش كاين شي جديد اوسي؟ فبخصوص جميل ديال سميه، انا كنحفزوا المسؤولين انهم يسارعوا اللي كشف عن حقيقه غير الوفاه. حنا ما نتحدثوش على المرتكب الجريمه ولا كانت شي جريمه من بعد، ولكن تبانينا غير الحقيقه، واش كاين وفاه عاديه ولا ماشي وفاه عاديه. باش الا كانت وفاه عاديه، دوك الاب راه كما شفت البارح وتبعت الفيديو ديالك معاه، فهو كيعاني كيعاني، واكثر من ذلك الام ديالها اللي كنقولوا ام ديالها غير البيولوجيه، فهي توفات في هذا الاسبوع. لم هي جده ديالها وام، كنقولوا حنا ام ام غير بيولوجيه، ام المربيه ديالها، فتوفات باثر هذه الصدمه اللي تلقاتها ديال الوفاه ديال سميه، فما استطاعتش تقبل هذا الامر وحزنت واحد الحزن كبير اللي ادى بالوفاه ديالها. فكنتمناو من المسؤولين لهذا الملف والمسؤولين للتشريح انهم يبذلوا واحد المجهود، وخا يكون مجهود اضافي، انهم باش يوصلوا لنا الحقيقه ديال وفاه سميه. استاذي شكرا لك، عطيتيني جوج الملفات مشاهدينا الكرام. ملف بدر، تاريخ اللي تاجل الملف تاع بدر؟ 13/2 ان شاء الله على الساعه الثانيه. فيما يخص الموضوع الثاني ديال سميه، الاستاذ تقدم مذكره بطبيعه الحال اللي فيها تذكير على التشريح، وهو متتبع بدقه لهذا الملف. مشاهدينا الكرام، نحن دائما على تتبع سواء الملف ديال بدر وكذلك الملف ديال سميه لتبيان الحقيقه اكثر حول اسباب الوفاه. مشاهدينا الكرام، اي جديد فيما يخص قضيه سميه غادي نورو به العام عدد كبير من المغاربه متبعين الموضوع، وما يهمنا اكثر هو البحث بدقه حول اسباب الوفاه. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.